السلام عليكم، احنا معاكم احمد حسين الحلقه الرابعه. احنا كنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاف كونديشن وازاي استخدمنا اللامب انتجيتور عشان يعبر عنه. طب احنا النهارده ان شاء الله نبدا نشتغل على الكيس سويتش، ندخل له رقم 012 مثلا، وعلى اساس كده يبدا يطلع لي رساله ويطلع لي انتجيتور على اللامب برضه. اوكي، فتعالوا مثلا نعمل ندخل بانل الاول. اوكي، بانل اهو ماشي. سويتش مثلا، مش محتاجين البانل، مش محتاجين، شوف مش محتاجين. ممكن نحط على طول، نحط الانديكيتور بتاعنا، نحط اللامب ماشي، ونشيل الاسم بتاعه، ممكن نكبرها شوية ماشي، ونحط التكست اللي هيتعرض عليه. اوكي، ده التكست اللي هيتعرض عليه تمام ماشي ماشي. طب والرقم اللي احنا هنحط عليه الكيس هو ده ماشي، فهنقول له مثلا هنا، هنشيل دي بردك، منكتبش هنا حاجة عشان ده بيبقى بيسمي الفاريبل الاسم ده، فانا مش عايزه احط هنا. اوكي، نحط بقى احنا ايه ليبل مثلا، لو عايزين الليبل ما خدش هنا حاجه، لان هو اصلا يعني ايه مش هيتغير، ما اقدرش اغير فيه انت، بس ده حاجه كده ايه للعرض للبرزنتيشن فقط لا غير. يعني اسميه مثلا بليز انتر يور كيس، معلش بليز انتر يور فالي ماشي 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 ماشي، خليه 14. اوكي، والفالي هتتحط هنا ماشي. هنسمي ده بقى ايه، لامب سمول هنا، ده هنسميه تكست، ده هنسميه نمبر. اوكي، ايه بقى احنا هنعمل ايه، هنقف هنا بقى على اساس النمبر ده اللي هيحصل بقى ماشي، نعمل كول باك عليه، نعمل مثلا اوكي ماشي ماشي. هو قال لك ان الاب نمبر دوت فاليو هي الفاليو بتاعتنا، فاحنا هنعمل ايه، معلش انا هشيل الجزء ده عشان ده كان معكود قديم. طب ثواني، انا بس عايز اسيف ده ماشي، ونعمل الكود فيو. انا معيش بوتون، معيش بوتون ماشي، خلاص ماشي سيب. هو اصل انا كنت عامل حاجه على الكود، فكان عامل لي بوتون وكنت مستخدم كام حاجات كده، فانا ممكن اعمل ده كلهم كومنتات اصلا وراح دماغي. انا اصلا اوكي ماشي، نبدا نكتب. نكتب هنا بقى الحاجه بتاعتنا، احنا هنقول قال ان الفاليو هي الاب نمبر فاليو، يعني الفاليو اللي انت تاخدها من الكيس. فطبعا انت هتسميها ايه بقى، بص انا هعمل اول حاجه سويتش فاليو على الفاليو اللي هتيجي، وبعد كده هعمل كيس، هعمل بس اند الاول ماشي، هعمل كيس لو زيرو، لو انت القيمه بتاعتك زيرو هتعمل، هتقول له يعمل ايه، اقول له مثلا اب دوت تكست دوت تكست بردك او فاليو فاليو ماشي، هتساوي هقول له مثلا يعرض عليها ايه، نوت اكتف مثلا. اوكي، طب
كيس 1 اب تكست دوت فاليو، اقول له اكتف سيمي كولوم. ماشي. بعد كده كيس او لا otherwise، سوري انا مش عارف الاند كام اند، بس انا هجرب احط اند واحده واشوف هيحصل ايه. اب دوت تكست otherwise، يعني لو حاجه تانية غير 01 unknown unknown value. اوكي ماشي. لو عملنا run مثلا، ماشي active not active unknown value. اوكي بس في مشكله لو ملاحظين، ان انا اول ما بدا بزيرو، فانا هشيل القيمه دي، هشيل الفاليو دي. اوكي هشيل الفاليو الاولانيه خالص، لازم يكون في فاليو. خلاص يبقى البدايه بتاعتي تكون not active، صح كده؟ ما دام هو الديفولت بتاعه اون زيرو، فالديفولت انا خليه في التكست نوت اكتف. ماشي تعالوا نرن تاني كده. انا دوست رن. اوكي معلش ما دوستش. ماشي بقى هو الديفولت بتاعه نوت اكتف. و انا ما عملتش، ام سو سوري، انا ما عملتش انتجيشن لللامب، صح؟ صح معلش معلش معلش. اب دوت لامب دوت كولر، هنخلي النوت اكتف، النوت اكتف يبقى بلو. اوكي اول ما يبقى اكتف اب دوت لامب دوت كولر. اوكي سيمي كول وما تنساش. اوكي نخليه ريد سيمي كول. طب اذروايز اب دوت لامب دوت كالر، هنسميه مثلا نحطه بلاك، خليه اسود. اوكي ماشي. انا عايز اخلي الديفولت بتاع اللمبه بلو. لا الديفولت بلو، الديفولت بلو. اوكي ماشي نعمل ران تاني. يعمل ران، هو كده ده الديفولت بتاعه زيرو نوت اكتف بلو. فتعالوا مثلا ايه ده الديفولت، تعال نغير نخليه واحد بقى ريد. اوكي نخليه خمسه بقى بلاك. اوكي نخليه زيرو تاني بقى بلو. تمام بس ريد يكون الفيديو عجبكم، حته الكيس والسويتش اتعلمتوه كويس، ودينا ازاي نعمله وازاي نعمل انديكيتور باللامب وبال تكست كورنج مسج. طبعا انتوا عايزين تغيروا البروبرتيز بتاعت التكست، ممكن تغيروها من هنا، يعني تشوفوا انتوا عايزين بقى بلاك ايتاليك نوع الخط. اوكي مش هرديكم الفيديو عجبكم، ان شاء الله الفيديو الجاي يبقى في حاجات اكتر، نحاول بقى ناخد الكومبوننتس. احنا كده خدنا البوتون، ايه ده ثانيه واحده ثانيه واحده، انا كده خدنا البوتون، خدنا الشيك بوكس، عايزين نعمل شيك بوكس دروب داون نشوفها، الايديت نيوميريك الايديت. تعال نشوف الشيك بوكس ده تو ستيتس، يعني هو غالبا بيشوف انا صح ولا غلط. تعال مثلا نعمل لو ران لو كويس يبقى الشيك بوكس، تعال مثلا نسميه بوكس مش عشان نعرف نستخدمه. تعال نروح الكود كده نجربه، اقول له مثلا انا مش عارف هو بياخد ايه البوكس، بياخد ايه، بياخد ترو فولس ولا بياخد ايه. تعال نجرب اب بوكس فاليو ترو مثلا. اوكي تعال نجرب، لا هنا فولس، انا عايز فولس، ما دام زيرو يبقى فولس.
هنا اب لامب لا لامب ايه بوكس فاليو ترو. اوكي تعالوا نجرب كده ونخلي بردك هنا طول ما هو اذروايز بردك خليه ترو يعني خليه فولس يعني يعمل شيك بس لما يبقى اكتف فولس. اوكي ماشي. طب انا عايز اتاكد من حته الفولس والترو دي فانا اقف هنا معلش تكست ايه لا انيبل ماشي تعال نجرب نرن شوف هيحصل ايه من حته الترو والفولس دي انا مقلبها مش عارف هيعرف اشوفها ولا لا. نعمل واحد نشوف هيحصل ايه. اه ايه اصل هو بيقول لي في مشكله هو ايه. طب تعال نعمل انيبل او ديسيبل انيبل مثلا نخلي دي فولس ما نشوف هل هيعملها اصلا ولا لا. لو كده هقولها لكم الفيديو الجاي على طول يعني. اوكي نخلي دي واحد. في مشكلة اوكي. طب هوقف كده واشوف. انا رحت دورت اهو لقيت بيقول لي غالبا احنا بنحطها 0 1 يعني 0 يبقى 0 1 يبقى 1 اوكي. فتعالوا نجربها 0 1 كده. اوكي نخلي دي 0 المفروض صح كانت 0 1 انا ليه المفروض مش ايه مش ترو فولس يعني. تعالوا نعمل ران ماشي بسم الله خليها 1 اوكي عملها ايه. طب 0 شالها. طب 2 شالها. طب 1 عملها تمام خلاص يبقى 0 1 اوكي ماشي. يبقى احنا كده عملنا ايه تاني. احنا انا عايز اشوف كل الكومبوننتس كده اللي احنا ممكن نعملها في البتاع دي. خلاص يبقى البوتون تشيك بوكس دروب داون هنشوف ده غالبا هنشوف هي ايه. الليبل اللي عملناه ليس بوكس لسه سلايدر لسه تكست سبينر اوكي بانل عملناه اللامب عملناها. فان شاء الله الفيديوهات الجايه نبدا نمشي على الكومبوننتس كلها باذن الله يعني واستخداماتها. يا ريتكم استفدتوا من الفيديو ده وان شاء الله نتقابل في فيديو جاي باذن الله.